ترأست الأميرة لالا مريم بقصر الضيافة بأجدال بالرباط مأدبة عشاء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على شرف الأميرة أستريد ممثلة العاهل البلجيكي. هذا وتترأس الأميرة أستريد وفدا هاما يضم عدة وزراء فيدراليين وجهويين إضافة إلى رجال أعمال في إطار بعثة اقتصادية بلجيكية للمغرب من 25 إلى 30 من نوفمبر الجاري.